وأيضا هيئة الرقابة الإدارية. ده كان بالنسبة للتخطيط. طيب نروح لوزارة السياحة وبداية عروض ديزني لايف بالقاهرة 26 سبتمبر بعد غياب 5 سنوات. كانت يعني كل سنة كان في ديزني لايف وتوقفت لمدة 5 سنوات، وهتبتدي إن شاء الله مرة تانية يوم 26 سبتمبر في أولى عروض ديزني لايف في مصر بعد غياب 5 سنوات. هتشمل 23 عرض وهتستمر لمدة أسبوعين لغاية يوم 6 أكتوبر، حيث بدأ طرح التذاكر مع بداية الشهر الجاري شهر سبتمبر من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وهتقام العروض في استاد القاهرة الدولي. قدمت شركة ديزني عروضها فيما يقرب من 75 دولة، وتم استضافتها في 400 مدينة حول العالم. وجاءت الحقيقة عروض ديزني برعاية وزارة السياحة اللي اعتبرتها دلالة كثيرة على أمن واستقرار مصر، وشهادة ثقة كبيرة في مصر، ودليل على أن الشعب المصري شعب منفتح على الثقافات المختلفة. وأيضا يمد الجسور شراكة وتعاون يعني مع العالم أجمع. أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة أنها عندما تكون هذه المبادرات مدعومة من الحكومة بتعطي انطباع دولي إيجابي عن الدولة، بدل ما تبقى يعني لوحدها كده أو كل جهة بتشتغل مع نفسها. فالحقيقة بتتطلع الدكتورة رانيا لمزيد من التعاون مع شركة ديزني، حيث تعتبر هذه الخطوات إيجابية وبتفيد مصر بشكل كبير جدا على المستوى السياحي وعلى المستوى الثقافي.